زينب، محطتنا التالية مع أفكار جديدة للعيد، كيف فينا نحصل على أشياء جديدة من مواد قديمة؟ فينا نكرر هي المواد ونستفيد منها، إضافة للعديد من الأفكار ضمن مساحتنا الصباحية مع مصممة الأعمال اليدوية سمية المارجين. صباح الخير. صباح يسعد صباحك. كل عام وأنتم بخير. ينعاد عليكي بالخير. كل عام وأنت بخير سمية. يعني جايبتي لنا كثير أشياء اليوم من إعادة التدوير لتتحول لشيء فني ومبدع، يعني نستخدمه بالبيت، فخبرينا اليوم شو جايبة معك وكيف في يا ست البيت تستفيد من بعض الأغراض اللي ما عاد استعملتها. هلا كل الاغراض اللي احنا جايبينها اليوم هي شغلات بالعاده بنكبها، يعني ما بنستعملها، بنرميها خلص. هي بنستعمل، يعني بناخذ الشيء اللي بدنا اياه منها وبنرميها. كثير ستات البيوت بيكون عندها تقومه القهوه، بيتكسر الفنجان وبيبقى الصحن، ليش ما بعرف. هي بكل البيوت. تمام. فانا حتى ما نستعمل الصحن يعني بطريقه عاديه، حنغير بموديله شوي، نجدد موديله ونساوي شيء جديد مثل يلي عندكم، مثل الاشياء اللي معنا. تمام. مثل الاشياء اللي معكم، مثل هي القاعده تبعها. ايوه، والثانيه الحمراء. هلا هي صحن قهوه وسنوبر وملون السنوبر وشرايط، يعني هي القاعده. نحن اذا هي الاساس والقاعده، هي هذا القاعده، هي صحن القهوه مجلله بشقفه قماش قديم، يعني ممكن تياب زايده، شيء قصه، يعني اي شيء بالبيت بدل ما ترميها قصيها وبتجلليها فيها. تمام. كله هونيك شمع، في شمع. تمام. يعني هذيك الشمعة جاهزه من السوق، واللي مجللت فيها المره هي الايفا او اللباز او هيك، يعني هي الشغلات موجوده كمان، يعني بيستعملوها اي حدا جاهدي او كذا ممكن يلاقي فيها. تمام. او حتى يلي عندها اولاد بالمدرسه بيطلبون منها نشاط، يشتروا لها هي القصص ليشتغلوا فيها اعمال يدويه. يعني موجوده كمان حتى هي بالبيت. تمام. الشيء الثاني، في عندك الشرايط هي اللي فيها اترميزات صغار. تمام. هي بتتعلق بالمطبخ، في شيء منها بقلبه حمص وفاصوليه معكرونه، هي بنعلقهم على البراد. تمام. او بنزين فيهم الحيطان. هنا عباره عن شريط، وهالاترميزات الصغار هي موجوده، يعني كثير كمان لها استعمالات. حتى يلي بياخذوا ادويه هي بنحط فيها الادويه بالعاده، انا بدل ما ارميها باخذها وبساوي منها شيء حطه زين فيه المطبخ. تمام. كثير هي القطعه حلوه، انا كثير بحبها هي الشيء. وهي نفسها، يعني انت القطعه ما بتكبيها نفسها، فيك تعلقي فيها. تمام. فيك تعلقي فيها وتعلقيها بتساويها لشيء ثاني. هلا نفس الفكره تبعي اللي هي تعليق بالمطبخ او تعليق بالغرفه، او انا عامله حابه اعمل طاوله مثلا واعمل عليها زينه جديده بموديل ثاني، كمان في عندنا هدول، بس بدال الاترميزات اذا انا ما قدرت احصل على الاترميزات سنوبر. السنوبر هذا ملون، فيك تلونيه بالمناكير، فيك تلونيه بالبخاخ العادي، باي شيء فيك تلونيه، يعني ما تتقيدي بالالوان. حتى هون حطيت عليها فاصوليه ومعكرونه، يعني شغلات كلياتها موجوده بالبيت. تمام. هلا سمية كمان بدك تشتغل لنا شيء على الهواء. اكيد. خلينا نبلش نشتغل ونحكي عن الاشياء اللي معنا مشان نلحق. هلا انا شاغله نص القصه بالبيت. ايه تمام. خلينا او حنكمل. يعني هلا عندي صحن القهوه. تمام. هي صرت الملبس يلي الكل كل بيت موجوده، كل بيت موجوده. بالاول جللت الصحن بالقماش القديمه، وحتى ما تبين حطيت يعني صرت الملبس، وحتى رابطتها ربط بمطاطه، يعني مو انه تبين. ايه تمام. فهي هيك صارت بهالمنظر هذا. هلا هون انا ملونه السنوبر، بخخته بخ انا بالبخاخ الفضي. طبعا انا فيني لونه بالمناكير اذا ما عندي البخاخ. فيني اتركها كمان على طبيعتها. فيني اتركها على طبيعتها. تماما. بدنا نلزق السنوبر هيك بهالشكل هذا. تمام. بنقطه سيليكون، نقطه تلزيق، يعني اذا اللي ما عندها سيليكون بالبيت فيها تستعمل اي شيء، ما شرط انه تستعمل السيليكون. يعني بتقلك في ستات انه انا طيب ما عندي سيليكون، اوكي في اي لاصق بالبيت فيك تلزقيها فيه. هي ضغطه صغيره بس لحتى تتلزق السنوبراي. لاحظتي انه انا تركت لزقت على 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 الربطه اللي انا رابطتها حتى خلي هدول مشان المنظر. تمام. مشان المنظر يطلع. هلا هيك طالعه ناشفه، يعني بتحسي انه لسه فيها شيء ناقص. الشيء الناقص هو البابيونه. البابيونه كثير سهله، في كثير ستات ما بتعرف تعملها، الفيونكا او بابيونه او اي شيء من فينا نقوله. هلا نحن بدنا نحط اصبعتين. تمام. بربط عليهم، بعدين بصير عندي عقده فوق عقده.
هلا العقدة التحتانية بدي فوتها بالدائرة وشدها. بعدين بتصيع. بعدين بدي ركز بالربطة مشان ما تفوتها تماما. اها وبقصها. قصها بالميل حتى ما تمثل. ويمكن حتى البيون اللي عم تعمليها اي قطعة قماش يمكن عندنا بالبيت فينا نشتغل تماما يعني اي قطعة قماش بس احرق كنارة حتى ما ينسل. يعني اذا عندي قطعة قماش ما اتقيد انه انا بدي شريط بس بحرق كنارة بالقداحة حتى ما ينسل. هلا انا هون بدي وزع الببيونات على الجنب حتى تطلع بالشكل يلي كنا هونيك اخذينه. نعم تمام. هلا نحن هون بدنا نعمل ببيونات كثار ونوزعهم على الجنب. هلا كل وحدة ست بيت وذوقها يعني كمان وهي شو حابة يمكن سمية بس انت الشيء اللي انا كثير بحبه اضافه هن هدول اوراق الشجر يلي ملونين. هدول اوراق الشجر يلي بالطريق بناخذهم بس بتلونوا او بينبخوا او يعني باي طريقه فيها تلونهم او تبخهم حتى مثل ما قلتي بالمناكير يعني حتى بالمناكير تماما. وانا كثير هدول بحسهم انه بيعطوا منظر حلو للقطعه يعني بيعطيها حياه اكثر. فيك تلزقيها مجموعه او فيك تلزقيهم هيك مبحترين يعني بعثرين وين ما بدي فيني احطها مثلا مثل هيك بهالطريقة هي. هي بدي لزق على كل الجناب ورق ورق من هاد والبابيونة. هي افكار لكل ست بيت حابة تزين بيتها او تغير الديكور على العيد كمان. هلا بنعرف في تعزيل وتغيير ديكور. انا هي الصنوبر كثير بحبها يعني هي القطعة كثير كثير بحبها. هلا موجودة كثير بسوريا وين باي حارة بالشام بتلاقي في الصنوبر. عندي هون وحدة مشغولة بس يعني انا هي كمان فنجان قهوة صحن كمان قهوة كمان فنجان قهوة بس انا مو قالبته بالعكس هالمرة حاطته لانه الصنوبرة كبيرة فحاطته مشان ترفعها يعني مشان تقعد بقلبها. تمام يعني فينا نعمل اياها شايفه كثير حلوه يعني وحتى تناسق الالوان صغيره والسنوبره الكبيره ومزينينها بطريقه تناسب الالوان. ويمكن ما بتاخذ شغل وقت كثير من لا السيده. لا ما بتاخذ وقت كثير. شو معنى كمان قطع مشتغلين عليها اعمال يدويه؟ معنى هاد اللي كمان انا هدول كثير بحبهم هي عباره عن بوري بوري عادي اي بوري عندي بالبيت يعني لاي شيء مثلا كنت عم استعمل فيه بوري وخالص طبعا. او احيانا بيجوا بنشتريهم بالسوق بلاستيك هدول وبينتزعوا بيقحط البلاستيك فنحن يعني انا هذا شريط عادي كمان ماش قديم وحطينا له التزيين وهذا للبشاكير. حلو اها تمام يعني هذا بتحطيه بالمطبخ فيك تعلقيه هيك تحطي فيه من هون البشكير او بالعكس. الافكار حلوه يعني لكل ست بيت ممكن تستفيد بدل ما تكب القطعه تستفاد منها بشيء ثاني. اكيد وهي كمان كثير حلوه بس هي بقى بدنا ست البيت تكون بتعرف تشتغل كروشيه. هي عباره عن سي دي يعني انا هذا اللي سي دي تماما ببين انه معناه هو سي دي ونحن شاغلين عليه كروشيه. فيك تحطي عليه ابريق الشاي فيك تحطي عليه او حتى فينا نحطه بهالطريقه هي يلي هي قطعه السنوبري اللي اشتغلناها حتى نزين فيها زيده جماليه نوعا زيده جماليه تماما. بس طبعا هلا هون الالوان مو لبعضها يعني هي هي لقطع ثانيه بس كل هدول القطع نحن عم نحكي اعاده تدوير يعني اعاده تدوير كلها موجوده بالبيت كلها اشياء موجوده بالبيت حتى صحن البلاستيك يلي نحن عندنا اياه بالبيت يلي نحن دائما هذا بناخذ الحلو من قلب منه بناكله وبنرميه يعني هلا هذا الصحن انا بساويه صينيه للضيافه او بحط فيها الشوكولا تمام. هلا انا مالي مخلصتها للاسف انا كنت حابه اخلص لكم اياها وورجيكم اياها خاصه بس ما لحقت. هي هي الصينيه بعد ما لبسناها القماش القديم اي قماش فيها اي قماش اي قماش شو بدك تضيفي عليها اضافات؟ نفس المبدا تبع الفنجان القهوه حنحط ببيونات من على الجانب. فيكي انت عم تحكي تضيفي لها اذا بدك تماما. هلا انا عندي الببيونه يعني الشريط التخين فيني اربطه نفس الطريقه بس اكبر شوي فينا نعملها على اكبر يعني هذين كانوا ببيونات ناعمين او فيونكات ناعمين. هلا حنعمل وحده كبيره شوي نقص حطينا تمام. نفس الشيء بدي اقص بالمايل حتى ما تنسل ورح اجي لزق على الكنارات او بالنص. هلا انا بحط وحده كبيره هيك على جنب بحبها تمام. وهلا هون بصير بعمل الوان. خلينا نرفع شوي على الكاميرا نشوف كيف صارت. هلا هي بس حطينا واحدة. اوكي هلا انا على الداير كله هون
هارجع احط الوان متناسقه مع بعضها، الفضي مثلا، ببيونه فضي، ببيونه ذهب، عفوا ببيونه فضي، ببيونه حمراء، سوداء، هيك على الكنار كله حمليه ببيونات. فيني احط كمان اذا انا عندي السنوبرة كمان فيني احط سنوبرة هيك على جنب، فيني لزقها بطريقه اها تمام. ومع الببيونات ممكن تتفنن فيها كمان ستي بيت سمية، يعني وخاصة ما عندك انت بالبيت فيك تحطي عليها لصينية. نعم، وخاصة انه يعني بظل هلا في غلاء اسعار، يمكن في كثير في قصص من العالم ممكن يستفادوا منها، يستعيدوا منها بشيء قديم يعني ويجددوها. فكرتها حلوة انه تضيفي فيها مثلا بقسم هون صغير شوكولا، يعني هاي مناسبة للعيد هلا. حلوة اذا كانت الشوكولا الوانها كمان من الوان الببيونات بتكون كثير بتطلع كثير حلوة. هلا عندنا كمان هدول يلي هن هلا هي مكموره قديمه بعد ما خلصت استعملناها وقمنا منها المصاري، فانا هون ممكن تفتحيها لحتى تسحبي المصاري فبصير شكلها بشع يعني، فانا رجعت زينتها من اول وجديد وعملناها رد هيك شيء. في معنا هون كمان اشياء هي نور اكثر شيء معك علبه حليب هي علبه حليب فاضيه تمام، علبه حليب فاضيه حطي فيها اغراضك مثلا اكسسواراتك هالقصص هي بقلب البيت، حتى فيها تحط فيها ست البيت القهوه او السكر طبعاً يعني بالمطبخ فيها لانه هي علبه حليب يعني بتقدر تستعمليها. اكيد سمية نحن بدنا منك هيك كلمه ختاميه توجهيها لكل سيده هلا عم تشوفك وربت منزل بمناسبه عيد الفطر كمان، وخاصه انه عم تشتغلي على اعاده التدوير. تمام، هلا اول شيء اعاده التدوير انه انت هي افكار يعني انت شو ما شفتي مثلا عندك بالبيت فيكي ترجعي تفكري فيها من اول وجديد وتساويها من اول وجديد، تستفادي منها يعني وتتسلي، يعني اهم شيء انه نحن قاعدين وقت طويل وما عندنا شيء، ما علي خلينا نتسلى، نشتغل شيء شغله مفيده، يعني في كثير شغلات حلوه، العلاقه البشاكير اللي من السي دي، يعني كلها شغلات تاخذ معي وقت حلو بالشغل تسليني وبنفس الوقت بستفاد منها وبنفس الوقت نفس الوقت كلفه اقل، يعني كلفه اقل واشياء بالبيت موجوده، يعني عم تحاولي من خلالها ما تكبيها تستثمريها بطريقه جميله. تماما، حاولنا يمكن خلال هالوقت السريع لكل السيدات نعطيهم بعض الافكار الجميله مع قدوم العيد. نتشكرك مصممه الاعمال اليدويه وانا كمان صورات سميه مارديني على وجودك معنا، شكرا وانا لك. كمان وكل عام وانتم بخير وان شاء الله تكون السيدات استفادت بشيء بسيط ولو من الشيء اللي طلعناه معنا. اكيد سمية كل عام وانت بألف خير وان شاء الله دائما يكون في افكار لهيك يقدروا كل السيدات يستفيدوا من يمكن الاشياء القديمه الموجوده. اكيد في افكار، واكيد اذا فتحت اليوتيوب وتفرجت وشافت شو في على اليوتيوب كثير كثير بتستفاد، كثير بتطلع افكار جديده. اكيد، اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.